انا يمكن حابب ان احنا بقى نتكلم في جوانب قد تكون مختلفة شويتين عن الجوانب اللي اتكلمنا فيها في حلقاتنا السابقة واحنا بنغطي منتدى شباب العالم. الجانب يمكن اللي كنا بندردش فيه هي مسألة، احنا قلنا هنتفق على محورين، جزء منهم هو مسألة التمكين، سواء اذا كان تمكين شباب في الجهاز التنفيذي او تمكين شباب ومرأة جوه البرلمان والتشريع وما الى ذلك، وايضا فكرة الاهمية السياسية لمنتدى شباب العالم. ليديز فيرست. طبعا اتفضلي يا هدى. خليني اقول لك انه يعني قبل بقى النائبه وقبل كعضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، انا اول مره احضر منتدى شباب العالم، وطبعا شرف ليا ان انا احضره ضمن وفد التنسيقيه المشارك في المنتدى. كنت بحس بفخر وانا بتابع النسخ اللي قبل كده وقد ايه شيء عظيم يعني، ولكن لما حضرت الحدث وشفت فكر ان هو مجمع كل من 196 دولة، اكتر كان مقدم اكتر من 500 الف شاب وشابة، وان مصر تكون في القيادة دي والريادة دي مش على مستوى الوطن العربي ولا افريقيا، لأ ثابتة نفسها على مستوى العالم. صحيح. اكيد ده شيء كان يعني يدعو للفخر الحقيقي، مش المجرد الكلام اللي احنا بنقوله، يعني مش انه دولة تانية هي اللي عاملة كده وانه في ثلاثة من مصر اللي رايحين مشاركين في جزء، لا، انه مصر هي اللي عاملة كده. الشباب من كافة الجنسيات قاعدين مبهورين بالحدث. بنتكلم على اجواء كورونا والعالم كله بيتجه للغلق، ومصر في اتجاهها للتنمية بشكل واسع جدا، وبتقوم بتواجه تحديات كتير وبتثبت في كل الأوقات نجاحها. تحدي كبير زي أن يتم منتدى شباب للعالم في جائحة كورونا على المستوى العالي جدا ده، مش بشهادتنا إحنا، بشهادة منظمة الصحة العالمية واليونسكو والشباب اللي موجودين كلهم من كل أطراف العالم، أن هم مطمنين. فكرة أن أنت فعلا في أرض أمن وأمان، الروبوتات اللي موجودة على مستوى عالي جدا، المرايات اللي موجودة، انبهار غريب فعلا، المرايات اللي موجودة اللي بتقيس الحرارة، السانيتايزر اللي في كل مكان، التنسيق اللي على مستوى مشرف وأداء عالي جدا، استخدام تقنية الهيلوجرام، يعني شيء ما ينفعش يعني مش هتعرف تطلع فيه غلطة. هي لا تخطئه عين زي ما بيتقال.